السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة تأسيس للتعقيد، وإن شاء الله النهاردة هنستكمل English Unit 12. معلش اعذروني، أنا عندي برد شديد جدا جدا جدا، فاستحملوني النهاردة. احنا أخدنا في الفيديوهات اللي قبل كده شرحنا اليونت 10 كاملة، she is an engineer، وشرحنا يونت 11 it's raining، والنهاردة إن شاء الله هنستكمل باقي الدروس وهنشرح يونت 12 let's go shopping. let's go shopping هنقول كلمات الوحدة كاملة علشان نلحق ونخلص، والمنهج طويل وعلشان الفيديوهات مش تبقى كتير. أول درس عندي listen 1، الناس الجديدة معانا، الناس اللي بتشوفنا على القناة اشتركوا في جروب تأسيس بدون تعقيد على الفيسبوك، تمام؟ والناس اللي شوفنا على الفيسبوك اشتركوا في القناة على قناة تأسيس بدون تعقيد. الناس اللي بيطلب منها تسجيل الرابط او تسجيل الدخول، ادخل على البحث واكتب قناة تأسيس بدون تعقيد واشترك، هيبقى سهل جدا، مش هيطلب منك لينك ولا يطلب منك بيانات ولا تسجيل دخول. نبدأ الليسن 1. اول كلمة عندي جاكيت، جا الجي هنا بنطقها دي مع جي، جا جاكيت 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 جاكيت، مش جاكيت جاكيت، في دي صغيره كده بالاول خفيفه، جاكيت جاكيت. تاني كلمه معانا تي شيرت، تي شيرت تي شيرت، تاني تي شيرت تي شيرت. تالت كلمه معانا جيبه يعني سكيرت 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 سكيرت. سوسته يعني زبر زبر ز ز، شورت اي زبر زبر. بعد كده حذاء يعني شوز شوز شوز. وعندي هنا الاسم الجمع، احنا قلنا اي حاجه لها حاجتين، حذاء بنطلون نظاره، بتعامل معامله الجمع، مفيش في الانجليش مفرد، تمام؟ مفيش في الانجليش مثنى، فنقول عليها شوز شوز يعني حذاء. جورب او شراب سوكس، نفس الحكايه تو، عندهم في حاجتين فيه، فهو عليه سوكس، سوك واحده فرد شراب واحده، اثنين اسمها سوكس سوكس، شورت او 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 سوكس سوكس سوكس. ومن ضمن الحالات اللي بنطق فيها الاس باسمها مجزي، ان كلمه اخرها فاينل كي، سكس سوكس سوكس. سويتر يعني سويتر سويتر سوا ايتر سويتر، لونج اي سوي الاي ال، اعمل لونج اي سويتر سويتر، قسمها لي كده، اعمل سوا بلس اي اي لونج اي، بعدين تر تر تي ار، هنا شورت اي شورت اي، سويتر سويتر. بعد كده بنطلون يعني بانتس بانتس بانتس، دي كلها اسمها كلوز كلوز كلوز، مش كلوزس، ملابس يعني كلوز يا جماعه، ملابس يعني كلوز كلوز مش كلوزس مش كلوزس. تاني جاكيت جاكيت، تي شيرت تي شيرت تي شيرت، سكيرت سكيرت، زبر زبر زبر، شوز شوز شوز، سوكس سوكس سوكس، سويتر سويتر سويتر، بانتس بانتس بانتس، كلوز كلوز، ملابس كلوز كلوز. ده بالنسبة للدرس الأول من الوحدة ال 12. طيب والإس جاكيت، هذا يكون جاكيت، الإتس الإت بتشاور، بقول ده إنه جاكيت، إتس جاكيت، إتس أبوك، إتس أبن، إنه بشاور على حاجة، تمام؟ ذي آر سوكس، طبعا جمع، ذير إز إتز للمفرد وذي آر للجمع، ذي آر أو ذي آر، ذي آر أو ذي آر سوكس، ذي آر سوكس، هذه تكون إيه؟ جوارب أو شرابات، إنها تكون، يبقى إتز للمفرد أعرف ابني كده، it is زائد اسم مفرد هشاور الحاجه المفرده، وزير ار للجمع، سهله جدا، it is للمفرد وزير ار للجمع، it is للمفرد وزير ار للايه؟ للجمع. قال له they are يلو، انهم لونهم اصفر، تمام؟ ده بالنسبه للدرس الايه؟ الاول. وجايب لي في الـ في الـ في الـ بيقول لي ask and answer question about objects، يعني اسال عن الايه واجب على الشيء. وات از ذس على اسم مفرد هشاور حاجه، وات از ذس حاجه مفرده او، تمام؟ وات از ذس حاجه مفرد، وات از ذس، تمام؟ هقول ات از واقول اسم الحاجه زي اسم الشيء، وات
is this وquestion mark علامة استفهام what is this what is this what is this what is this أنا هجاوب أقول it is إنه لو حاجة مفرد لو حاجة إيه مفرد it is. طب لو جمع لو بشار حاجة معينة what are these what are these what are these هناك what is مفرد وبين to be is المفرد و are الجمع هناك what is هنا what are what what are فعلا what are these هيقول لي إيه قال له they are pants هي طبعا البنطلون الجمع they are pants إنهم يكونوا إيه إنه يكون بنطلون يكون إيه بنطلون يبقى what is this يعني ما هذا المفرد و what are these ما هذا للجمع يبقى is المفرد و are الإيه للجمع تمام ده بالنسبة للدرس الأول والتدريبات على التاني listen to تمام بيقول لي فونكس حرف الجي صوته جا 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 مو جا جا زي كلمة jump 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 هنا اليو شورت يو jump 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 جاكيت يعني جاكيت 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 مربع يعني جام 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 جاكيت جامب 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 جام جاكيت حرف الفي صوته حرف الفي صوته حرف الفي صوته طيب زي كلمة فيولين 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 فيو الاي الاولانية بنطها اي والثانية بنطها شورت اه فيولين 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 طيب بيطري يعني فيت 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 طبيب بيطري يعني فيت 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 عربية أو شاحنة فين 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 يبقى فيولين فيولين فيت فيت فين 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 ده بالنسبة للدرس التاني مش حاجة كده مش الكلمات دي بس سهلة جدا listen 3 فونكس كمان جايب لي صورة بيجامة وقال لي كده تحت بيجامس 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 بيجامة يعني بيجامس 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 خمسة يعني five 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 I ساكن E بنطق I باسمه five five ف لو بص الأولي عامل زي ف والتانية v five 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 عود ابنك نصور الفرق بين الف والف ف صوتها ف ف والتاني صوتها ف يبقى فايف 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 تمام ده الدرس التالت مفيش حاجة خالص it's a jacket إنه هو jacket it's a jacket they are shoes they are shoes يعني هذا هؤلاء حذاء أو إنهم يكونوا حذاء it's a shirt إنه shirt they are socks إنها جرابة سهل جدا الدرس ده listen for listen for الدرس الرابع وأول كلمة عندي help 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 يعني يساعد ه ه هنا شورت إي ه ل help help والإل هنا عملتها ل عشان قبلها vowels كلمة school school دايما بعلق إل تبقى دارك كده لما يكون قبلها vowels لما يكون قبلها vowels help 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 بعد كده ملابس يعني close close not closes close close والاسم لما نطلع زز احنا قلنا قبل كده اربع حروف نهاية الكلمة هنطلع اسم اسمها ال K ال F ال T ال P الاربع حروف دول جم في اخر الكلمة وقبلهم اس قبل الاس هنطلع زي كلمة books books زي كلمة roofs roofs زي كلمة tabs 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 زي كلمة bands bands final T F K B P هنطق S غير كده هنطقها Z زي كلمة هنا close close هنطقها Z close يضع شيء في مكانه put away put away put away put away put away put away من فضلك please 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 اللي إيه لونج إيه هنا please please هيا بنا let's يلا تعال let's play هيا نلعب let's sleep هيا ننام let's eat let's eat هيا نأكل يبقى let's هنا معناها هيا يبقى help help close close put away put away put away please 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 let's let's ده بالنسبة للدرس الرابع بقول هنا
Is this your زائد الاسم المفرد. يعني ايه؟ انا بساله على حاجه، الحاجه دي بتاعتك؟ طيب حاجه مفرد بقول Is this، هل هذا السؤال بفيرب تو بي. Is يعني معناه هل، هجاوب يا اما بيس يا اما بنو. السؤال بفيرب تو بي Is او Are، تمام. Is this نقط، Is this your pen، Is this your pen، هل هذا قلمك. Is this your pen، Is this your pen، هل هذا قلمك. لو انا قلمي هقول ايه؟ Yes it is، نعم انه يكون. لو مش قلمي هقول No it isn't، No it isn't. يبقى السؤال بفيرب تو بي بيقول لي ازاي اسال بفيرب تو بي Is عن ملكية شخص لحاجة معينة. It is your pen، هل هذا قلمك. طب لو انا هجاوب بالاثبات هقول Yes it is، هعمل مقص، هعمل مقص. Is it، هحط it في الاول و is بعدها، يبقى it is، تمام. Yes it is، نعم انه يكون، يعني بتاعي. Yes it is. طب لو مش بتاعي هقول no، همفي بعدين it isn't او it is not، it is not او it isn't، تمام. يبقى عشان اسال على حاجه is it زائد اسم الشيء، is it زائد اسم الشيء. Is it a pen، is it a book، is it a pencil case. Yes it is او no it isn't، سهله جدا. Is your skirt، is your skirt your، يعني بتاعتك انت، ملكيتك انت. احنا قلنا اليو تحول الى يور، ضمار الملكيه اليو تحول الى يور. Is this your skirt، هل هذه جيبتك، جيبتك. قالت لها yes، yes it is، نعم انها تكون. طيب لو انا هسال على حاجه جمع هقول ايه؟ Is or are these your socks، Are these your socks، your socks. Are verb to be، هسأل بالجمع. Are these your socks، هل هذه شرابتك أو جواربك أو شرابك. Are these your glasses، هل هذه نظارتك. لو بتاعتي هقول Yes they are، هعمل مقص ازاي في الأول والأربع ده، Yes they are. طيب لو مش عفوا، طب لو مش بتاعتي انا تسحبوني في اول الفيديو، مش هينفع افصل الفيديو واعمل، بس احملوني بكل حاجه، مش كورونا ما تخافوش. ربنا يحفظنا، مش كورونا ان شاء الله، هو البرد بقاله 10 ايام بالظبط. لو كورونا كنا ودعنا. لو هنقول ايه؟ يس زي ار، يس زي ار يعني نعم بتوعي انا دول. طب لو مش بتوعي هقول نو زي ارنت، نو زي ارنت او نو زي ارنت. No, they aren't. Are these your panties? هل هذه بناطيلك أو ده بنطلونك؟ Yes, they are. نعم بتوعي. نعم بتوعي. هاني and Hannah, please help. Hannah وهاني والستوري ده قصة. ساعدوني لو سمحتوا. لما أطلب حاجة من حد أطلبها بأدب أقول له please help. Please help. قال له let's put the clothes away. هاي let's، خد بالك، let's بوت الحاجة بعدين away. تاني بوت الحاجة away، هنحط الهدوم دي في مكانها، هنحط الـ 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 الأكل في مكانه. يبقى مش بوت away معناها كلها، لا بوت وبعدين الحاجة بعدين away. هنا بقول له ايه؟ Let's put the clothes away، تعال نحط الهدوم مكانها، نعلق hang up the clothes، يعني فيها معناها يعني نعلق الايه؟ الهدوم. علمها لابنك كده، بوت away معناها يضع الشيء، بس بوت زائد الشيء زائد away. بوت the book away، نحط الكتب في مكانها. Put the clothes away، نحط الهدوم في مكانها. ماشي، مهمة جدا. Put زائد اسم الشيء زائد away. Put زائد اسم الشيء زائد away، حط الحاجة في مكانها، حط الحاجة في مكانها. تمام. Is this your skirt؟ Yes it is. يبقى كده الدرس الرابع خلص، ندخل بإذن الله على الدرس الخامس. ولا كده الوحدة، لا الوحدة خلصت، كده الوحدة كاملة خلصت. تمام الناس اللي معايا استفدتم، دعوة ولايك، مش محتاج منكم غير كده. تمام، وانتظرونا الفيديو الجاي ان شاء الله. يونت 13 I can see a rocket. I can see يعني انا استطيع، a rocket اشوف الصاروخ. I can see a rocket. وبهذا نكتفي بهذا القدر، الاهم الفولكس في الوحدة كاملة والكلمات في 15 دقيقة.